بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل على نعمته تدوم فينا وبركته من الان والى الابد امين. هناخد موضوع جميل كده النهارده الحقيقه، محتاج كده صحصحه كده مع بعض. هو موضوع الحقيقه جميل ولذيذ لانه هيدينا بعد حلو قوي في قرايتنا للكتاب المقدس وتعاملنا مع بعض الايات اللي احنا ساعات بنحس ان هي ايات صعبة شوية إن احنا نفهمها، أو الآيات اللي بيستخدمها أحياناً البعض لمهاجمة لاهوت المسيح أو التشكيك في لاهوت المسيح. الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه مع بعض النهاردة هو الهرطقة بتاعت أريوس وبعض الآيات اللي كان بيتمسك بها أريوس للتشكيك في لاهوت المسيح. طبعاً مين هو أريوس؟ أريوس هو كاهن كان في القرن الرابع الميلادي أوائل 300 يعني، وبعدين بدأ يشكك في لاهوت المسيح، قال المسيح مش هو ربنا. وطبعا جذور الأريوسية دي موجود إلى الآن ناحية العراق زي ما حضرتكم عارفين، وإن كان المجمع نيقيا اللي هو أول مجمع مذكور سنة 325 فند البدعة دي وجاوب على كل الكلام دون، إلا أن لسه في ناس بتتشكك بهذا الكلام، وبعض الناس اللي بتحب تهاجم الإيمان تتمسك في الكلام دون وتبدأ تهاجم به الإيمان بتاعنا. طبعا أريوس أنكر لاهوت المسيح، قال المسيح مش هو ربنا، تأثر ببعض الفلسفات اليونانية القديمة زي الأفلاطونية، وبدأ يقول أن اللوغوس اللي هو الكلمة أو أقنوم الإبن هو إله مخلوق كائن وسيط ما بين الله والإله الحقيقي اللي هو الآب. وبدأ يقول إن الحقيقة ربنا خلقه عشان يخلق بيه العالم، إزاي إن ربنا، لأن ربنا حاجة كبيرة قوي منزه عن المادة، فيجيب كيان وهو الإبن عشان يخلق من خلاله هذا العالم كله. وتمسك ببعض الآيات زي يوحنا واحد لما قال كل شيء به كان، خدين بالنا، فكل شيء به كان معناه إن مش ربنا هو اللي عامل ده، هو جايبه عشان يعمل بيه العالم. اعتبر إن الإبن هو أول المخلوقات، إن هو قابل للتغيير، قابل للخطية زي سائر المخلوقات. قال إن كان في وقت ما كانش موجود فيه الإبن، يعني الإبن ده مش أزلي، واخدين بالنا، هو كان بيقول كده يعني، ده الفكر اللي كان بينادي بيه من بدايته. وأنكر طبعا ألوهية الروح القدس، وبالتالي يعتبر أنكر الثالوث القدوس. استخدم طبعا تفسيرات من عنده لبعض من آيات الكتاب المقدس، حوالي 35 آية من الكتاب المقدس ما بين نبوات العهد القديم وكلام ربنا يسوع المسيح في العهد الجديد. يعني هنلخص ده كله تقريبا في حدود 15 آية من العهد الجديد اللي مجمعة الأفكار دي كلها. طبعا الكلام ده كان رد عليه واحد من الاباء في القرون الاولى زي القديس باسيليوس اللي كان من سنه 329 لسنه 379 ميلاديا في كتاب ضد واحد اسمه إنيموس، وكمان قديس اثناسيوس الرسولي طبعا رد يعني على بدعه اريوس اللي كان بطل مجمع نيقيا زي ما حضراتكم عارفين، في مقالات اسمها مقالات ضد الاريوسيين كانت كلها ردود على هذا الفكر الأريوسي بشواهد كتيرة قوي. طبعا أنا قلت لكم خلوا البنفلت معاكم الأول، الناس اللي عايزة تقتني البنفلت عشان هتتابع معنا وإحنا شغالين مع بعض في الآيات بدل ما نعرضها قدامنا. طبعا آيات كتيرة قوي، يعني في آيات من العهد القديم، آيات من العهد الجديد، من سفر الأعمال، من إنجيل متى، من الرسائل. لكن تعالوا قبل ما ناخد الخمستاشر آية دول نتكلم مع بعض في قواعد لفهم هذه الآيات. هحكي معاكم كده هون في 10 نقط سريعة يعني، تمام؟ إزاي الواحد يفهم هذه الآيات؟ إيه القاعدة اللي الواحد لما يجي يقرأ بيها آيات زي كده يفهم بيها هذا الكلام؟ طبعاً أول حاجة خالص أو أول مبدأ خالص لما نيجي نقرأ أي آية عشان نفهمها محتاجين نقرأ الآية للآخر، ما ناخدش حتة من الآية، خدين بالنا، ما ناخدش حتة من الآية. أول ثلاث حاجات هقولهم دول تحل ثلاث أرباع المشاكل بتاعة الآيات اللي من النوع ده، خدين بالنا. يبقى أول حاجة اسمها إيه؟ نقرأ الآية كاملة. نمرة اتنين، اقرأ الآية اللي قبليها واللي بعديها عشان تفهم الآية دي في أنهي حوار، الآية دي موجودة في أنهي حوار. مش بس كده،
اعرف سياق النص كله بيتكلم عن ايه، الايه دي اتقالت في انهي سياق للنص. كل ده يدينا ايه؟ يدينا معنى للايه اللي احنا بنفهمها. يبقى اول ثلاث حاجات مهمين قوي يحلوا ثلاث ارباع المشاكل دي، نقرا الايه كلها، الايه اللي قبليها واللي بعديها وايه وسياق الحوار بتاع الايه دي. زي ما قال كده القديس إيرينيوس أسقف ليون، ده كان في القرن الثاني والثالث الميلادي، قال لك إن الآيات ممكن نرتبها نشوف فيها وجه المسيح، ونفس الآيات ممكن نرتبها بشكل آخر نشوف فيها وجه الشيطان. شوفوا قد إيه؟ يعني لازم نفهم الحوار كله بيتكلم إزاي وبيتكلم عن إيه. تاني حاجة نرجع لتفسير آباء الكنيسة. هي الكنيسة زمان لما الآية دي اتقالت فهمتها إزاي؟ عاشتها إزاي؟ ولما أقول نرجع لفهم الآباء في القرون الأولى الآية دي، معناها الآباء اللي الكنيسة كلها مجمعة عليهم. تقصد إيه؟ يعني الآباء اللي ما قبل الانقسام. إحنا الانقسام عندنا سنة كام؟ 451. كويس، فاكرين الكورسات اللي فاتت أهو، مش هنعيدها يعني. 451 ميلادي. فنقرأ الآباء الأوليين فهموا الآية دي إزاي؟ يعني آباء ما قبل الانشقاق سنة 451. نمرة 2، الآباء دول لما كانوا بيفهموا وبيقروا ويعلموا الكتاب المقدس، كان اللغة السائدة هي اللغة الأصلية اللي مكتوب بيها الكتاب المقدس. فاكرين لما خدنا محاضرة التناقضات قلنا أحيانا في الترجمات نحس إن في اختلاف، ولكنها حقيقة هي اختلاف ترجمات مش اختلاف في الأصل. فالآباء دول الحقيقة فاهمين الإنجيل باللغة اللي مكتوبة بيها، وشرحوه وسلموه باللغة اللي مكتوب بيها الإنجيل. عشان كده قلنا نرجع للغة الآباء الأولى. نمرة 3، اللي هم مين الآباء دول؟ الآباء دول هم تلاميذ مباشرين للسيد المسيح، صح؟ أو تلاميذ المسيح، مش كده؟ أو تلاميذ المسيح. فأنا لما أجي أتكلم عن حاجة أنا عايشها في هذا العصر، فبقول لما المسيح كان بيوعظ يقصد إيه؟ يقصد اللي أنا بقوله ده. فاهمين إزاي؟ فالآباء دول كانوا فاهمين ما كان يقوله ربنا يسوع المسيح. يبقى كده كم نقطة؟ 4 نقط. خامس حاجة، دي بقى شوية قواعد نفهمها في فهم الإيمان والعقيدة في الآيات دي. إيه هي؟ هو ربنا يسوع كان بيصلي ليه؟ ربنا يسوع كان بيصوم ليه؟ كان بيجوع ويعطش ليه؟ كان يتعمد ويختتن ليه؟ بالرغم إن هو الإله. الحقيقة الإجابة بسيطة خالص. أول حاجة في الإجابة للسؤال البسيط ده إيه؟ أن ربنا يسوع المسيح كان معلم البشرية الأعظم، مش كده؟ كان هو معلم البشرية الأعظم، ولأنه صار كبشر مثلنا ما خلا الخطية، فكان خاضع للوصية، مش كده؟ حتى لما جه يتعمد من يوحنا قال له رب إزاي؟ قال له ينبغي أن نكمل كل بر، لازم أكون خاضع للناموس اللي أنا وضعه، لأن أنا جيت كإيه؟ كإنسان كامل. فعشان يخضع ويعلمنا إحنا كمان إيه؟ نخضع. بما إنه معلم لازم يعمل عشان نتعلم زيه، واخدين بالنا؟ اتعمد ليه؟ عشان نتعمد. صام ليه؟ عشان نصوم. صار بيصلي ليه؟ عشان إحنا كمان نصلي. نمرة 2 أو نمرة 6 في حسب الترتيب اللي إحنا بنقوله، إن السيد المسيح عشان هو إنسان كامل كان يليق به أن يكمل كل وصية، زي ما قال لي يوحنا ينبغي أن يكمل كل بر، يبقى لازم الوصية دي هو كمان يكون خاضع للوصية ويعمل هذه الوصية. إيه هي كمال الوصية دي؟ إن هو يتقدس، يصلي، خدين بالنا، يتعمد، يصوم، يحب، يتواضع للكل، يسهر. الصفات دي كلها صفات إيه؟ إنسانية، بس كان لازم ربنا يسوع المسيح يعيش بيها لأنه إنسان كامل 100%، إنسان كامل 100% ما عدا الخطيئة. فبالتالي كان لازم يسلك باستقامة عشان إحنا كمان نتعلم نسلك باستقامة. نمرة 7، إن المسيح لما تجسد كان رأس الكنيسة التي هي جسده أيضا، زي ما قال معلمنا بولس الرسول. فبالتالي هو إيه؟ هو ممثل الكنيسة كلها ونائب عن الكنيسة كلها قدام السماء. نائب عن الكنيسة كلها قدام السماء، يشفع في الكنيسة كلها، يخضع ليه؟ لأنه رأس الكنيسة والكنيسة خاضعة للمسيح. نايب عن البشرية كلها ونايب عن الكنيسة، فيتكلم بلسان البشرية، يتكلم بلسان الكنيسة. فبالتالي هو نائب عن كل البشرية، نائب عن كل البشرية. ثامن حاجة،
ربنا يسوع المسيح بالرغم ان هو مساوي للآب او واحد مع الآب في الجوهر، الا انه ايه؟ الا انه اخلى ذاته اخذا صورة عبد، اخلى ذاته اخذا صورة عبد، لبس هذا الجسد واطاع حتى الموت، موت الصليب. يعني ايه اخلى ذاته؟ يعني ايه كلمة اخلى ذاته؟ الحقيقة لما نيجي نقول اخلى ذاته، تعالوا نفهمها بمثل بسيط كده على قدنا. لما نيجي للشمس الصبح، حد فينا يقدر يبص في وجه الشمس؟ محدش يقدر يبص في وجه الشمس. ليه؟ لأن الشمس في مجدها، الشمس في مجدها، في كامل مجدها، في عزها. يعني مين يقدر يبص للشمس في هذا الوقت؟ محدش يقدر. تعالوا في نهاية اليوم في وقت الغروب نقدر نبص للشمس؟ نقدر، لأنها إيه؟ إنجاز التعبير، أخلت مجدها، أخلت هذا المجد اللي كان موجود، فقدرنا أن احنا ننظر إليها. هكذا ربنا يسوع المسيح أخلى ذاته آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في فيليبي. زي بالظبط كده إيه؟ لما يجي ملك، الملك ده لما نيجي ندخل عليه في القصر بتاعه ما نعرفش نوصل له. مين يعرف يوصل للملك ده؟ ده لازم تعدي من حارس لاثنين لثلاثة، ويوم ما توصل للملك تلاقيه لابس لبس بهاء عظيم جدا. تعالوا بقى الملك ده يقول لك هنزل بين الشعب أشوف احتياجاتهم إيه، يتخلى عن مجده، يخلع الحلة الملوكية، يلبس لبس إنسان غلبان بسيط ويمشي بين الناس ويعيش بين الناس، الناس تقدر تشوفه وتتعامل معاه، صح؟ فبالتالي كأنه إيه؟ أخلى هذا المجد لكي ما يصير في شبه الناس. لأن لو نزل بلبس الملك محدش يقدر يتعامل معاه، هذا الملك محدش يقرب منه، واخدين بالنا؟ تاسع حاجة يقول إيه بقى؟ إن خلي بالكم الحتة التاسعة دي، إن ربنا يسوع المسيح هو الإله الإبن المتجسد، تمام؟ لاهوت كامل وناسوت كامل، ولاهوت لم يفارق، الجملة اللي انتوا حافظينها، ناسوته لحظة وهي طرفة عين. يعني مفيش وقت كان إله بس، مفيش وقت كان إنسان بس، مفيش وقت كان إله بس، مفيش وقت كان إنسان بس. يجي على العازر يبكي على العازر، يبكي على العازر، وفي نفس الوقت يقومه من الموت. مين ليه سلطان القيامة من الموت؟ يعني هو ربنا. طب ليه يبكي على العازر؟ نقول كده بقى اللفظ اللاهوتي الدقيق، بحكم ناسوته أو من جهة تجسده أو من جهة أنه إنسان يبكي على العازر، لأن في كل الصفات الإنسانية فهو مشاعر، يبكي على العازر، وفي نفس الوقت يقومه لأنه فيه كل الصفات الإلهية. العازر لك أقول قم، ده أمر. هتقولي طب ما هو ناس كتيرة قاموا من الأموات قبل كده، صح؟ بس اللي قاموا من الأموات قبل كده إيه؟ حتى قومهم. تعالوا على قيامة المسيح، هو أقام ذاته بنفسه، أقام نفسه بنفسه، واخدين بالنا؟ عشان كده لازم تكون الحتة دي دائما قدامنا طول الوقت، لاهوته لم يفارق ناسوته. ما ينفعش أقول المسيح هنا إنسان بس، نقول بحكم إيه؟ تجسده أو بحكم ناسوته. بحكم يعني إيه؟ يعني بحسب الوضع اللي فيه، لأنه تجسد بيعمل كده، واخدين بالنا؟ آخر حاجة أو آخر قاعدة هنمشي بيها في الآيات اللي جاية بنعمة ربنا هي إيه؟ هي إن إحنا لما نلاقي في آية واضحة قوي بتتكلم عن المسيح كإنسان، لا ننسى باقي الآيات اللي بتؤكد لاهوته، لا ننسى باقي الآيات اللي بتؤكد لاهوته. إحنا قلنا إيه؟ لاهوت كامل وناسوت كامل على طول، طول الوقت، مش كده؟ مفيش وقت زمني كان فيه لاهوت بدون ناسوت أو العكس. لكن في نفس الوقت كل ما اجي اقرا ايه هرجع بقى اشوف السياق بتاعها ايه، اللي قبليها واللي بعديها، النص ده هنا بيتكلم عن ايه، واحط قصادها كمان كل الايات اللي بتؤكد لاهوت المسيح. زي ما قال معلمنا بولس الرسول، قارنين الروحيات بالروحيات، قارنين الروحيات بالروحيات. ما ينفعش اجي اقارن الصليب دون بالكمبيوتر، ده حاجه وده حاجه تانية خالص، ملوش علاقه. نقارن الايه؟ الروحيات بالروحيات. طبعا على سبيل المثال وليس الحصر، يعني ايات عديده قوي دايما في ذهننا واحنا بنقرا الكتاب المقدس او بنقرا الايات دي. لما يقول انا والاب واحد، لما يقول كما اننا انا وانت ايها الاب واحد، شايفين التاكيد في يوحنا 17، الايه اللي كلكم حافظينها، وكان الكلمه الله، وكان الكلمه الله.
لما في يوحنا 5 قال أن قال أن الله أبوه مساويا نفسه بالله أو معادلا نفسه بالله. يعني معنى كده الناس فهموا أنه بيتكلم بجد، مش المسيح هو اللي قال كده وإحنا فهمنا غلط، لا ده كان عايزين يرجموه في يوحنا 5 لأنه قال أنه الله معادلا نفسه بالله. ولما يقول كده معلمنا بولس في كلوسي 1 هو صورة الله غير المنظور، لأنه ما قدرش أنظر لله، الله غير منظور، لكن نقدر ننظر لمين؟ لابنه الوحيد من خلال تجسد أو بحكم تجسده. الإله الوحيد مخلصنا الذي له المجد في رسالة يهوذا، لما توما ينظر إليه ويقول له ربي وإلهي، يبقى تأكيدا لإيه؟ لإلهية ربنا يسوع المسيح. لما في يوحنا 10 كانوا عاوزين يرجموه، قال لهم لأي عمل ترجمونني؟ قالوا له لسنا نرجمك بسبب أعمالك، ولأنك تعادل نفسك بالله، تجعل نفسك إلها. شايفين الوضوح؟ أنك تجعل نفسك إلها. ولما الشياطين تيجي تخرج وتقول له أنا أعرفك أنت قدوس الله، دي كلمة قدوس بتقالش غير على مين؟ على الله. نحن نعرفك أنت قدوس الله. ولما في يوحنا رسالة يوحنا الأولى يقول يسوع المسيح هذا هو الإله الحق، هذا هو الإله الحق. ولما يقول من رآني ها قد رأى الآب. ولما يقول في سفر الأعمال آية جميلة بحبها في أعمال 20 يقول إيه؟ كنيسة الله، كنيسة الله يعني كنيسة الإبن، مش كده هنقولنا هو إيه؟ كنيسة الله التي اقتناها بدمه. والله له دم من خلال تجسده بحكم تجسده، فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا في كلوس 2. بيقول في رومية 9 الكائن على الكل إلها مباركا، يسوع المسيح الكائن على الكل إلها مباركا. ولما يقول في تيموساوس الأولى يقول كده يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح. الله ده بيأكد هنا لاهوت. تعالوا بقى ناخد آية آية كده نمشي فيها على مهلنا ونشوف المعنى بتاعها إيه. أول آية هتلاقوا عندكم صفحة 4 اللي هي إيه أشهر آية يعني، واخدين بالنا؟ في يوحنا 14 لما ربنا يسوع قال أبي أعظم مني، أبي أعظم مني، دي من أشهر الآيات اللي بيستخدموها الأريوسيين في التشكيك في لاهوت ربنا يسوع المسيح. يعني إيه أبي أعظم مني؟ طبعاً إيه الإشكالية، إيه المشكلة هنا؟ إن كلمة أعظم دي معناها إيه؟ إن المسيح أقل. طبعاً حاشا، لكن هم بيفهموها كده من جهة اللاهوت إن المسيح أقل. طبعاً المقصود إن أبي أعظم مني، المقصود بها ببساطة كده إنه حينما وجد المسيح في الهيئة كإنسان في الحالة اللي موجود فيها ربنا يسوع المسيح دلوقتي، الآب أعظم مني، الآب كامل في مجده، لكن أنا موجود قدامكم إيه؟ بالجسد. ده قالها ليلة الصليب وهو داخل على الصليب، هيشوفوه في منظر مهان على الصليب والناس تتريق عليه وتبصق عليه، وإن كنت أنت المسيح انزل على الصليب، كل دي تريقة على المسيح. قال لهم الحقيقة خلي بالكم أبي أعظم مني، في الحالة اللي أنا موجود فيها على الصليب دي هتشوفوها تعرفوا أن أبي إيه أعظم مني في هذه الحالة، لأني أخليت ذاتي أخذا صورة عبد، لازم أبان بهذا المنظر، لازم أبان بهذا المنظر. زي إيه؟ زي مثل مشهور قوي وهو مثل الضابط المهندس. واحد تخرج من كلية هندسة ودخل يسموه الكلية الحربية ماشي ولا كلية الشرطة، ويطلع منها ايه؟ ضابط في نفس الوقت هو مهندس، فهو في الاثنين، هو ضابط وهو مهندس. تدخل عليه في المكتب تلاقيه لابس لبس وعليه ضبابير كده هو والرتب وبتاع، والناس تقف قدامه وتقول له تمام يا فندم كل حاجة تمام. ينزل يقول له في مكنة تحت بايظة، يروح نازل مغير اللبس لابس الأفرول داخل تحت المكنة وزيت وشحم، وحالة صعبة قوي. يقول لهم لأن أبي أعظم مني، الحالة اللي أنا موجود فيها في المكتب أعظم من الحالة اللي أنا موجود فيها إيه في هذا المنظر اللي أنا موجود فيه قدامكم. الآب في مجده، الآب في مجده والابن في تواضعه، أبي أعظم مني. الآب الابن في حالة إخلاء واتضاع، فبالتالي الآب إيه؟ الآب أعظم مني. وفي نفس الوقت لا ننسى أبداً أنه إيه؟ واحد مع الآب في الجوهر، واحد مع الآب في الجوهر. زي ما هو من جهة ناسوته، احفظوا بقى التعبيرات دي عشان مهم قوي، من جهة ناسوته أو بحكم ناسوته أو من جهة التجسد في هذا المنظر شكله إيه؟
شكله طبعاً أقل في إيه؟ في المجد في هذا الوقت، زي ما يقول كده في عبرانيين، يقول في عبرانيين 2: ولكن الذي وضع قليلاً عن الملائكة يسوع نراه بالمجد والكرامة. وضع قليلاً عن الملائكة، يعني إيه؟ أخلى ذاته، يعني وضع قليلاً عن الملائكة، نراه مكللاً بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت. يشرحها معلمنا بولس في عبرانيين 2: لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. هو ليه أخذ الشكل ده؟ عشان يذوق إيه؟ الموت لأجل كل واحد، لأنه نائب عن كل البشر. وبعدين يقول كمان في مزمور 8 الآية اللي حضراتكم حافظينها: من هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟ أنقذت قارنا عن الملائكة بالمجد والكرامة إيه؟ توجته. فبالتالي ما ننساش إن الكلام ده كان ليلة إيه؟ ليلة الصليب. عشان كده كل ما نيجي نقرأ الآية دي في سياقها واخدين بالنا نقول آه فعلا صح، أبي أعظم مني في الحالة اللي موجود فيها المسيح، الآب أعظم منه في هذا الوقت. المسيح باين قدامنا في حالة مهان، متضع وعبد، ولكن الحقيقة هو إيه؟ هو في المجد. عشان كده يجي معلمنا بولس في تيموساوس يقول رفع في المجد، إذا كان في هذا المنظر باين في صورة عبد، لكنه إيه؟ وضع ذاته أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، لكن في الآخر يقول له إيه؟ أنه رفع في المجد. وحط بقى الآيات التانية اللي قلنا عليها: لأن الذي رآني ها قد رأى الآب. فبالتالي لما أجي أقارن، يعني ده أساس أن الآية دي تؤكد لاهوت المسيح لما يقول أبي أعظم مني، هو بيقارن مين بمين؟ ينفع أقارن الصليب أو الخشب بأسد؟ ده طبيعة وده طبيعة تانية، لكن المقارنة دايما تتم بين إيه؟ اتنين لهم نفس الطبيعة. لما يقول لأن أبي أعظم مني، لأن إيه؟ لأن الطبيعة واحدة. قديس كورولوس الكبير يقول كده، يقولك ليس الابن أصغر من الآب بذات الجوهر والمشابهة التامة من كل وجه، بل إنه أصغر بذات النسوت. أصغر ليه؟ لأنه تجسد. أصغر لأنه بحكم نسوته. نيجي للآية الثانية برضو من الآيات المشهورة قوي في يوحنا 20، لما يقول كده: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. طب إيه المشكلة هنا؟ المشكلة هنا لما يقول إلهي معناها إيه؟ إلهي يعني المسيح بيقول زينا كده إلهي، يبقى زينا زيه، يبقى إيه؟ يبقى الحقيقة بقى إيه؟ يبقى الحقيقة المسيح إنسان فقط زينا. دي الإشكالية. طبعا هنا المسيح يقول أصعد إلى إيه؟ أصعد إلى أبي وأبيكم، ما قالش إيه؟ أبينا وإلهنا، ما جمعش الحقيقة. هو هنا ميز ما بين علاقته هو بالآب وعلاقتنا إحنا بالآب، علاقته هو بالآب وعلاقتنا إحنا بالآب. لأن اللاهوت لا يصعد، اللاهوت لا يصعد ليه؟ اللاهوت ده مالي كل المكان، اللاهوت مالي كل المكان. فهو هنا بيتكلم بحكم نسوته. يعني إيه بحكم نسوته الكامل؟ يقول إلهي بحكم نسوته وبحكم لاهوته الكامل. وإحنا بالطبيعة نقول إيه؟ نقول إلهنا، نقول إلهنا. يعني أبي حسب الطبيعة، حسب الطبيعة هو أبي مولود من الآب قبل كل الدهور. هل بنوة المسيح للآب زي بنوتنا إحنا للآب؟ لا. إيه الفرق؟ بنوتنا إحنا للآب جت منين؟ بالتبني، برافو عليكم، من خلال المعمودية. فمن خلال المعمودية نقول له إيه؟ اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات. المسيح ما يقولش كده، يقولك يقول أبي. فيش اجعلنا مستحقين لأنه مساوي للآب في الجوهر. أبيكم حسب الطبيعة، لأن أنتم أبناء، صرتم أبناء لله بالمعمودية أو بالتبني. إلهكم حسب الطبيعة، أنتوا تقولوا إلهنا، لكن أنا أقول أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. يفرق ما بين أبي بالطبيعة، المسيح يقول أنا أقول أبي لأني نور من نور مولود من الآب قبل كل الدهور، وأبيكم أنتم لأن أنتم بشر تقولوا إيه؟ أبينا بالتبني. وإلهي، طب ليه المسيح يقول إلهي؟ بحكم، برافو عليكم، بحكم تجسده.
لأنه أخذ جسد، فيقول إلهي 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 لماذا تركتني؟ ما استغربش، طب إزاي يقول كده؟ لأنه تجسد وأخذ صورة عبد أو أخذ صورة إنسان. وإلهي بحكم تجسده، وإلهكم بالطبيعة، أنتوا تقولوا إلهنا إلهكم، لأن أنتم إيه بحسب الطبيعة تقولوا إلهنا. صعبة الحتة دي شوية، تهتوا فيها ولا مفهومة؟ ها؟ مفهوم. طيب، هو شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية. إحنا نقول أبي بالتبني، لكن هو يقول أبي بالطبيعة، هو يقول أبي بالطبيعة. قديس أثناسيوس شرح لنا المعنى ببساطة خالص، التسبيح اللي إحنا بنصليها في سوتوكية الجمعة، هو أخذ الذي وأعطانا الذي له، أخذ اللي لينا بقى، أخذ إيه؟ أخذ الخطية وأخذ الموت بتاعنا وأخذ الطبيعة الفاسدة وأعطانا الذي له من خلال المجد والكرامة، من خلال تجسد المسيح. صرنا نقول له أبانا، إزاي لما نتعمد ونتشبه بالمسيح نكون إحنا كمان ليه أبناء. قديس كيرلس الأورشليمي يقول كده، قال أولا بما يليق به، يعني أول حاجة قالها إيه؟ قال إلى أبي بما يليق به. أبي صح، من جهة إن أنا مولود من الآب، من جهة الطبيعة الواحدة. قال صار قال أولا من جهة الإيه؟ من بما يليق به، من جهة الطبيعة الذي هو بالطبيعة، وبعد ذلك أضاف أبيكم الذي هو بالبنوة بتاعتكم أنتم. يعني أبي حسب الطبيعة وأبيكم فصل، أنتم لكم علاقة مع الآب غير علاقتي أنا مع الآب. قديس كيرلس عمود الدين يقول إيه في صفحة 6 معاكم، لا تعثر إذا سمعته يقول إلهي، ما تستغربش لما هو يقول إلهي، بل افحص معانيها بالحقيقة. فعندما يقول عن الله أنه أباه وإلهه، فكلا اللقبين حقيقيين. إزاي؟ قال لأنه من اللائق، بل هو من الحق أنه وهو بالطبيعة الإله ابن الإله، هو بالطبيعة إله نور من نور، إله ابن الإله، أن يدعو الله الآب أبي. وفي نفس الوقت لأنه تجسد وصار مثلنا إنسانا، يدعو الله إلهي، فيهدأ عقلك، فتهدأ بقى لما يقول كده إلهي، لأنه صار إنسانا مثلنا ما عدا الخطية. يا من تسمعه يقول أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، وأما من يختار أن يجهل ويغالط المعنى رافضا أن يدعوه المخلص الآب بكلمة إلهي، فهو بهذا الالتواء في الفهم يخطئ في أمر يخص الخلاص. يبقى مش فاهم بقى، يعني إيه مش فاهم؟ إن المسيح أخذ جسد، ما هو لازم يقول إلهي ليه؟ لأنه أخذ جسد، لازم يقول إلهي لأنه أخذ جسد. وهنا يكشف عن أصله الإلهي بكلمة أبي، زي ما قال إلهي الكلمة أبي عشان يؤكد أصله الإلهي أنه إيه؟ واحد معاه في ذات الجوهر. تمام؟ فدايما كده لما نيجي ناخد معنى في أي آية ناخده إيه؟ على بعض، ومش جزء بس من الآية ونحاول نشوف معناها، نرجع لأصل الآية، السياق بتاعها إيه؟ يا ترى الآباء فهموها إزاي وعاشوها إزاي في القرون الأولى، ويقصد إيه في هذا المعنى من بعد إيه؟ من بعد تجسده، من بعد تجسده. ثالث آية سهلة قوي ومشهورة، ولكنها أحيانا ساعات إيه تلخبط. لما جه الشاب وقابل ربنا يسوع المسيح، وبعدين إيه ركض إليه واحد وجثى على ركبتيه وسأله، قال له إيه؟ أيها المعلم الصالح، ماذا أصنع لأرث الحياة الأبدية؟ مش كده؟ رد ربنا يسوع قال له إيه؟ لماذا تدعوني صالحاً؟ ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. المشكلة هنا اللي يسمع الآية دي يقول لك إيه؟ المسيح بيقول أنا مش صالح، مين هو الصالح؟ ده ربنا، لكن أنا ما تقوليش صالح. ده اللي إحنا نفهمه بالشكل الدارج، لكن الحقيقة مش ده المقصود. ليه؟ لأن الحقيقة في زمن المسيح كانوا يطلقوا على معلمي اليهود المعلم الصالح، كانوا يطلقوا على معلم اليهود معلم الصالح، وكانوا المعلمين يحبوا الكلمة دي، في حين أن كلمة الصالح أو معلم صالح، كلمة الصالح دي لقب من ألقاب مين؟ ربنا. ده لقب، كلمة الصالح لقب من ألقاب إيه؟ أشكر الرب لأنه
صالح وأن الأبد رحمته، ده لقب من ألقاب الله. وطبعا كان الكتبة والفرسين بيحبوا يسمعوا الكلمة دي، فربنا هنا قال له خلي بالك مش أي حاجة تقول عليها صالح وخلاص، أنت بتقول الكلام ده ليه؟ زي ما بتقول لأي حد من المعلمين وينبسطوا باللقب ده، ولا أنت بتقول لي الكلام ده ليه؟ بدليل إن هو هنا سأله سؤال استنكاري. يعني إيه سؤال استنكاري؟ لم ينفي التعبير، ما قالوش لا تدعوني صالحا حاشا، يعني عارفين زي واحد يقول له حاجة له استغفر الله يعني، لا المسيح ما قالوش كده الحقيقة، قال له لماذا ليه بتقول كده؟ أنت بتقول كده عن إيمان وعن اقتناع، ولا بتقول كده زي ما بتنادي أي حد من المعلمين هم يبسطوا بهذا الكلام وهذا اللقب؟ ما قالوش أبدا إيه لا تدعوني صالحا، بدليل حتى المسيح نفسه في يوحنا 10 قال إيه؟ أنا هو الراعي الصالح. ليه قال التعريف دي معناها إيه؟ اليونيك المنفرد. من كلمة راعي زي أي حد من الرعاة، لكن نقول الراعي مقصود بيها حد بعينه، خدين بالنا؟ لما أقول صالح، طب ما كذا واحد صالح، نقول الصالح مقصود بيها إيه؟ حد بعينه. فبالتالي هنا المسيح لم ينفي عنه كلمة الصالح، وفي نفس الوقت كمان لم ينفي عنه السجود. لما نرجع قلنا بقى لسياق الآية أو الآية اللي قبليها واللي بعديها، فاكرين لما قلنا في الأول؟ لما نرجع لسياق الآية يقول إيه؟ يقول رقد واحداً وجث له. جث له يعني إيه؟ سجد قدامه، ما قالوش قوم يا ابني ما ينفعش تعمل كده، زي ما حصل مع بولس. فاكرين بولس لما جم يسجدوا ليهم قال لهم بتعملوا كده ليه؟ إحنا بشر زيكم. لا، المسيح ما عملش كده الحقيقة، المسيح قبل السجود. يعني بيؤكد لي المعنى، يؤكد لي المعنى. فبالتالي كلمة لماذا تدعوني صالحا لم ينفي المسيح عنه الصلاح، ولم ينفي عنه قبول السجود لي، ولكن كان بيصلح لي المعلومة وبيصلح لي هذا الإيمان. طيب نيجي للآية الرابعة بعد كده. الآية الرابعة تقول إيه؟ وأما ذلك اليوم وتلك الساعة في مرقس 13 فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. ولا الابن إلا الآب، أنهي ساعة دي بيتكلم عنها؟ بيتكلم عن ساعة المجيء الثاني وقيامة الأموات، مش كده؟ طيب هل في حاجة أي واحد يسمع الآية دي معناها أن المسيح لا يعرف الساعة؟ إذا المسيح في شيء ما يعرفوش يبقى معرفة المسيح ناقصة، يبقى المسيح مش إله كامل. نبنى نرجع تاني نقول يا ترى أول قاعدة لنا كانت إيه؟ ما أقدرش أقول على أي شيء أو عن إن المسيح في حاجة ما يعرفهاش. ليه؟ لأن الابن مساوي للآب في الجوهر، الابن والآب والروح القدس الثلاثة واحد في الجوهر، فلا يمكن أن يوجد شيء لا يعرفه الآب والابن والروح القدس، لا يمكن. إزاي؟ تعالوا نشوف الآيات اللي تقول الكلام ده، قلنا نحط الآيات، والآيات إيه؟ اللي قصادها اللي تقول نفس المعنى. قلنا قاعدة 10 قارنين إيه؟ الروحيات والروحيات. معلمنا بطرس في يوحنا 21 تكرين بعد ما ربنا يسوع قام الأموات وجي قال له يا بطرس أتحبني؟ قال له إرعى غنمي أتحبني؟ فلما سأله مرة ثالثة قال له أتحبني؟ رد بطرس وقال له إيه؟ يا رب أنت تعرف كل شيء. وفي حاجة يا رب أنت متعرفهاش؟ ما فيش حاجة يا رب أنت متعرفهاش، فأنت تعرف كل شيء. إذن المسيح يعرف كل شيء. وبعدين في يوحنا 16 قالوا له كده نحن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحدا، لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. في حوار ربنا يسوع المسيح مع التلاميذ قالوا له كده. وبعدين لما نيجي نلاقي بقية الأصحاح في مرقس 13 إزاي يقول لهم إن الابن ما يعرفش وكل الأصحاح بيتكلم عن علامات المجيء؟ يبقى هو يعرف كل شيء، يبقى هو يعرف كل شيء. فالمسيح هو الديان، مش كده؟ الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الحكم للابن. إزاي أعطى كل الحكم للابن وما يعرفش إمتى؟ بالتأكيد يعرف، بالتأكيد يعرف. طب نيجي بقى لكلمة لا يعلم، لا يعلم أحد تلك الساعة ولا الابن ولا الملائكة في السماء. يقولها كده الآباء، يقول لك في الأصل اللغوي
او الاصل اليوناني مكتوبه بها الكلمه، يقول لك كلمه اذا. اذا دي معناها ايه؟ معناها يتنقل للمعرفه. يعني ايه يتنقل للمعرفه؟ يعني نفس المعنى اللي قاله العذارى الحكيمات والجاهلات، فاكرين لما لهم اذهبوا عني اني لا اعرفكم. ايه ده؟ وربنا ما يعرفش اولاده؟ ما يعرفش الناس؟ يعرفهم طبعا، ازاي ربنا ما يعرفش الناس؟ لكن لا اعرفكم يعني ايه؟ يعني انا ماليش علاقه بكم. لا اعرفكم، ماليش علاقه بيهم. زي بالظبط، عارفين زي ايه؟ يسموها كده الاداب، يقول لك بحكم التدبير او الايكونومي، او بحكم التدبير، يعني ليس بحكم الجهل. مش معناه ان هو يجهل الساعه، لا، بحكم التدبير. انا مش عاوز اقول، يجي واحد يعترف يقول لي يا ابونا حصل كذا وقتلت واحد، تيجي المحكمه تقول لي تعالى اشهد، ينفع اشهد؟ اقول لهم ما اعرفش، وانا ما اعرفش، لا، بس انا ماليش ايه سلطان، مش مصرح ليا ان انا اعلن واقول، ان ده سر كنسي ما ينفعش اقول. تيجي مثلا كمان اسبوعين كده اقول لكم الامتحان قرب، اخدين بالنا، تقول لي يا ابونا هو المحاضره دي هيجي فيها السؤال ده، اقول لكم ايه؟ ما اعرفش. طب ما انت اللي حاطط الامتحان، بس انا مش مصرح ليا ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعلن عن الحاجه اللي موجوده. عشان كده واحد من الآباء اسمه القديس هيلاري أسقف بواتييه. القديس هيلاري ده سنة 310 لسنة 367. أسقف بلد في فرنسا بيسموه كده الآباء، يقول لك أثناسيوس الغرب، يعني أثناسيوس بتاع الغرب. يقول إيه؟ يقول لك في كتاب كتبه عن الثالوث، يعني يقول لك بسبب طبيعته فإنه لا يستطيع أن يكون جاهلاً، لأن هو الله حسب الطبيعة. ما ينفعش يكون جاهل، ما ينفعش يكون ما يعرفش. فهو المزخر فيه كل كنوز المعرفة والعلم، زي ما قال مين؟ معلمنا بولس في كلوس 2، المزخر فيه كل كنوز المعرفة والعلم. ولكن بسر مشيئته فإنه يرفض أن يعرف، يعني يرفض أن يعرف، يرفض أن هو يعلن عن معرفته بسر مشيئته بحسب ما إيه؟ مشيئته. ففي مثل عذارى الحكيمات والجاهلات، فإن مجيئهن وصلاتهن تلزمه أن يتعرف عليهم، ولكن إقراره أنه لا يعلم يرجع إلى مشيئته وليس إلى طبيعته. يرجع إلى مشيئته، هو مش عاوز يقول بحسب مشيئته، فخلاص بحكم التدبير ما ينفعش يقول. فإنهن لسن مستحقات أن يكن معروفات عنده، وهذا هو الذي ليس شيء غير معلوم لديه. فيش حاجة اسمها ما يعرفش، لكنه بحكم التدبير ما ينفعش ان هو يعلن عن هذه الساعة بحكم مشيئته بحكم تدبيره. عشان كده القديس كيرلس عمود الدين يقول ايه؟ يقول لك هو جهل من له الحق التجاهل وليس جهل بالحقيقة. جهل من له حق التجاهل، يعني انا من حقي اقول ان انا ما اعرفش، ولكن ليس جهل من جهة الحقيقة، لانه بالحقيقة يعرف. معايا ولا تهتوا مني؟ معلش هتقروا كده كلام بعد كده بهدوء هيركز اكتر، انا بس عشان ماشي معاكم بسرعه شويه. طيب آية 5 تقول ايه؟ آية 5 بقى دي حقيقه في اصحاح مشهور قوي، كورنثوس الاولى 15، اشهر اصحاحات اللي بتتكلم عن القيامه، يعني من اشهر الاصحاحات اللي بتتكلم وتثبت قيامه المسيح، كورنثوس الأولى 15، حتى الكنيسة تقراه في البولس بتاع إيه؟ عيد القيامة في القداس بالليل. يقول إيه؟ والتشكيل هنا مهم قوي في الآيات دي. يقول متى أخضع له الكل؟ فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل، كي يكون الله الكل في الكل. يعني إيه الكلام ده؟ لما يقول كده ما حينئذ الابن نفسه سيخضع، يبقى الابن ماله؟ طالما هيخضع بحسب فهمنا البشر البسيط، يبقى الابن ماله؟ أقل من الآب، وده اللي كان أريوس بيقوله وبينادي بيه. لكن لما نيجي هنا نشوف الابن، هو الابن هنا بيتكلم من جهة إيه؟ برافو عليكم، من جهة ناسوته أو بحكم ناسوته، بحكم أنه إنسان. المسيح لما كان في الجسد كان بيعمل إيه؟ كان في تدبير الفداء والخلاص، فبحكم جسده وبحكم تجسده وبحكم
أنه صار إنساناً لازم يكون إيه؟ يكون خاضع. خاضع لمين؟ خاضع للآب. فالابن سيخضع للآب بس من جهة إيه؟ من جهة أنه تجسد أو من جهة ناسوته. يعني الله الابن لما يظهر في الجسد يكون إنسان كامل. عشان يكون إنسان كامل هيمثل إيه؟ البشرية كلها أو الكنيسة كلها زي ما قلنا. في آخر الأيام هيعمل إيه؟ ياخد البشرية دي كلها اللي هيموت عشانها والكنيسة دي كلها اللي هيموت عشانها وكلها يقدمها للآب أو خضوعاً لمين؟ للآب عشان ترجع بالشكل العادي اللي كانت موجودة فيه قبل كده قبل الخطية. يعني إيه الكلام ده؟ مثل بسيط أوي ممكن يقرب المعنى ده. لما يجي ملك يبعت أمير ويعطيه فرقة جيش كبيرة أوي يدخل حرب، وبعدين يروح الملك ده يحارب، الابن نزل عشان يحارب الشيطان رئيس سلطان هذا العالم وينتصر على الشيطان ويهزم الموت اللي كان الشيطان ماسكه على كل الناس وياخد كل الناس اللي كانوا ميتين أو ماتوا على رجاء القيامة، وينزل من قبل الصليب أهل الجحيم وياخد كل الناس دي ويدخل بيهم تاني لفين؟ للفردوس. طب هو بيعمل كده ليه؟ بينتصر لحساب مين؟ لحساب الآب، لحساب الملك. فأول لما يرجع لملك الأمير ده ظافر منتصر يعمل إيه؟ ياخد كل الجيش ويدخل إلى هذا الملك، مش كده؟ ويقدم الخضوع لهذا الملك بكل جيشه. فالملك يعطي النياشين أو يديله النياشين يعطيها لمين؟ لكل الجيش دول. ويرجع هذا الأمير لأنه واحد مع الملك، يعني الأمير ده زي الملك بالظبط، واحد معاه في الجوهر بنفس الطبيعة، ويطلع ويجلس عن يمين الآب ويطلع يقعد جنبه على الكرسي اللي جنبه. ليه؟ لأن له كل السلطان، لأن له كل السلطان، يرجع مكانه الأصلي. ده للملك أو ده للمزمور بيقوله اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك تحت موطئ قدمية. فبالتالي لأن هو له نفس الإيه؟ نفس السلطان. فكلمة يخضع هنا معناها إيه؟ لأنه نايب عن كل البشرية. تعالوا نشوف الباراجراف كله بتاع الجزء دون في كورنثوس الأولى 15 يقول إيه؟ يقول كده هو آخر عدو يبطل هو الموت. القصة جاية منين؟ المسيح نازل على الأرض يعمل إيه؟ يبطل الموت، يبطل الموت. ذاك الذي له سلطان الموت، لأنه مين بقى؟ لأنه ده، لأن الله الآب أخضع كل شيء تحت قدميه، إدى كل الأمر ده أو السلطان ده لمين؟ للابن المتجسد حكم تجسده. ولكن حينما يقول أن كل شيء قد أخضع، أخضع للابن، يعني الآب أخضع كل شيء للابن، فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل. يعني واضح أنه غير الذي أخضع له الكل، يعني الآب أخضع كل شيء للابن عشان ينزل يتمم الفداء، تمام؟ ومتى أخضع له الكل؟ وبعد لما أدى كل ده عشان الابن ينزل بحكم تجسده يتمم الفداء، أخضع كل شيء للابن، حينئذ الابن نفسه أيضا ها سيخضع. ليه بقى؟ لأنه أخذ كل البشرية دي وأخذ كل الكنيسة دي وراح يقدمها تاني إيه؟ لله الآب. يخضع لمين؟ للذي أخضع له الكل، كي يكون الله الكل في الكل. ترجع الدنيا كلها تكون خاضعة لمين؟ خاضعة لله الآب أو الله المثلث الأقانيم مرة أخرى، كي يكون الله الكل في الكل، يكون الله مالك على كل المؤمنين اللي الشيطان خدهم منه، اللي وقعهم في الخطية وسحبهم بعيد عنه، فبالتالي يكون ملك على قلوبهم. فبحكم ناسوته كان إيه؟ كان خاضع للآب، وبحكم لاهوته يجلس عن يمين العظمة، يجلس عن يمين العظمة. عشان كده هان قال إيه؟ قال الابن نفسه أيضا سيخضع. وبعدين هل الابن ما كانش خاضع؟ بس كان هو واحد معاه في الجوهر، فطبعا هل ما كانش خاضع وأصبح خاضع؟ طبعا لوجيك كده ما تتقبلش يعني. لكن بحكم تجسده كان خاضع للآب، بحكم تجسده كان خاضع للآب. ناخد آية كمان بعدين ناخد بريك ونكمل، أوكي ولا تعبتوا؟ ها ناخد آية كمان؟ طيب ناخد آية كمان بعد كده ناخد بريك، نعمل قهوة بقى، بلاش شاي المرة دي عشان نصحصح. طيب الآية نمرة 6، الآية نمرة 6 هتقول إيه الآية دي؟ الآية دي الحقيقة نسمعها كده
في يوحنا 17 نحس كده إيه إن الآية دي غريبة شوية. يقول لك هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. شايفين الإشارة اللي أنا بشيرها دي؟ عشان أنا قريتها مرة بهذا الشكل من على الميديا يعني. يقول لك المسيح قال كده هو الإله الحقيقي إيه؟ وحدك. يبقى ده الإله الحقيقي وحده. ويسوع المسيح الذي أرسلته إن هو إنسان معادي ونبي وكل حاجة من الحاجات دي. فطبعاً توحي إن الإيه؟ توحي إن الإبن أقل من الآب. إن الآب فقط هو الله والإبن إيه؟ مش هو الله. طبعاً تعالوا الأول تاني نرجع لنفس القاعدة. نعمل إيه؟ قرنين الروحيات بالروحيات. الآية دي في يوحنا كام؟ يوحنا 17. طيب الأول هقول لكم شوية أو كم آية بعيد عن يوحنا 17، بعد كده هجيب لكم آيات من نفس الإصحاح بتؤكد نفس المعنى. يعني مثلا كورنثوس الأولى 8 تقول كده: لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. لنا إله واحد ورب واحد. مين؟ إله واحد الآب الذي به جميع الأشياء، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء. هتقولي طب ممكن تكون رب دي بمعنى سيد يعني؟ أقول لك الحقيقة لا. تعالوا شوفوا الآيات الثانية: وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى الإله الحكيم وحده، بيتكلم عن المسيح، له الكرامة والمجد إلى ظهر الدهور، إلى ظهر الدهور أمين. مين ليه الكرامة والمجد إلى ظهر الدهور؟ مين ليه كرامة ومجد لظهر الظهور؟ هو الإله. مين ليه مجد والكرامة لظهر الظهور؟ هو الإله ربنا يسوع المسيح. لكن لأن المسيح مرسل، كلمة مرسل دي يفهموا منها إن هو إيه؟ أقل من الآب. طب تعالوا نشوف الآية دي: وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب بإسمي. طب ليه حط نفسه معاه؟ لأن واحد معاه في الجوهر، فهو يعلمكم كل شيء وذاكركم بكل ما قلته لكم. ما هو صح، الآب أرسل الإبن وانبثق منه الروح القدس، ما فيش حاجة غلط خالص في الآية دي. وبعدين يقول في يوحنا 15: متى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم. الله هو الآب اللي هيرسل ولا الإبن اللي هيرسل؟ خدين بالنا، لأنه واحد معاه في الجوهر، الآب يرسل الروح القدس والإبن يرسل الروح القدس. واخدين بالنا؟ زي ما يجي شعاع يطلع من الشمس، ولما يطلع من الشمس ساب الشمس؟ ما سابش الشمس، خرج منها ولا يزال واحد معها، ولا يزال واحد معها. قديس أثناسيوس يقول الحقيقة، يقول حاجة جميلة، ويقولك: إذا قالت الشمس أنا مصدر النور الوحيد للأرض أثناء النهار، هل تنفي هذا الأمر عن أشعتها؟ يعني لما الشمس تقول لك أنا النور الوحيد، هل معناه ان الشمس هي النور الوحيد والنور بتاعها مش بتاعها؟ هو النور منها. ام ان الشمس هي مصدر النور؟ قرص الشمس الله الاب المصدر الاصل، واخدين بالنا؟ واشعتها ايضا، وعن طريق اشعتها يصل النور الى الارض. لا احد يرى الاب، الابن الوحيد في حضن الاب هو خبر، محدش يقدر يبص لله الاب للشمس، لكن الابن خبر عن الله الاب. ويقول كمان كده إيه: وكأن الشعاع، كأن الإبن يعني، يقول للشمس للآب: أنت مصدر النور وحدك، وأنا الشعاع الذي أرسلته إلى الأرض لكي ينير للأرض، ونحن الاثنان الشعاع وأنت أيتها الشمس نحن واحد. والشعاع والشمس إيه؟ والشعاع والشمس واحد. تعالوا نشوف بقى السياق الحوار. احنا قلنا ايه؟ نشوف الآية اللي قبليها واللي بعديها، ونشوف الايه الآيات اللي بتأكد نفس المعنى. تعالوا نشوف بقى السياق الحوار. احنا قلنا يوحنا كام؟ 17:3: الحياة الأبدية أن يعرفك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يوحنا 17:10 تقول ايه؟ وكل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي. الآية اللي بعديها يوحنا 17:11: ليكونوا واحدا كما نحن، ليكونوا واحدا كما نحن. وبعدين زي ما بنقول كده الآية هي إيه؟ بتفسر نفسها. إحنا خدنا حتة ما
ما كملناش الآية للآخر، إيه هي بقية الآية؟ يعرفوك أنت الإله حقيقي وحدك، صح؟ وبعدين بقية الآية تقول إيه؟ ويسوع المسيح الذي أرسلته. يعني إيه الذي أرسلته؟ يعني زي ما بيعلمونا كده الآباء، يقول لك كل ما نيجي نتكلم عن أقنوم من الأقانيم ما ينفعش نلغي معها الأقنومين التانيين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الله له صفات، نقول عليها صفات جوهرية وصفات أقنومية. صفات جوهرية يعني إيه؟ هو أن آب وابن وروح القدس جوهر واحد. من الخالق؟ الآب ولا الابن ولا الروح القدس؟ بصفة جوهرية. الآب خالق، يقولك يرسل روحك فتخلق، فالروح القدس خالق. تمام؟ قول في عبرانيين 11 به عمل العالمين، يبقى مين اللي بيخلق؟ الابن. نبالنا؟ وفي تكوين واحد يقول لك في البدء خلق الله السماء والأرض، الله يبقى الأب خالق والابن خالق والروح القدس خالق. ترسل روحك فتخلق، يبقى الإيه؟ الروح القدس برضو خالق. واخدين بالنا؟ دي اسمها صفة إيه؟ جوهرية في جوهر الله. لما أقول الحكمة، مين الحكمة؟ الأب والابن والروح القدس. لما أقول المحبة في الثلاثة، لما أقول الخلق في الثلاثة، لما أقول الحق في الثلاثة. لكن في صفات نقول عليها صفة إيه؟ أقنومية. يعني إيه صفة أقنومية؟ يعني خاصة بكل أقنوم، خاصة بكل أقنوم. لما أقول مين الأصل؟ الله الآب. مين المولود؟ الابن. مين المنبثق؟ الروح القدس. اسمها صفة أقنومية لتميز أقنوم عن آخر، لتميز أقنوم عن آخر. عشان كده في يوحنا 3 لما ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. ابن الإنسان الذي هو في السماء. فبالتالي لما أقول الصفات الأقنومية يبقى كل أقنوم له صفة تميزه، أما الصفة الجوهرية تنطبق على إيه؟ على الكل. وبعدين الحقيقة سياق الآية نفسه، الحقيقة لو كان المسيح قال أنا الإله الحقيقي وحدي وأنت الذي أرسلتني، جملة دي غلط؟ لاهوتياً غلط؟ ها؟ أنا الإله الحقيقي وحدي وأنت وحدك الذي أرسلتني، دي غلط؟ مش غلط، لاهوتياً مش غلط، لكن من اللياقة، ما ينفعش أقول أنا الإله وحدي وأنت اللي أرسلتني، مش من اللياقة، لكن أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. خدين بالنا؟ مع أنها جملة صح لاهوتياً، خدين بالنا، بس ما إيه؟ ليست من اللياقة إن المسيح يقول كده. تعبتم جميعكم، صح؟ طيب نكتفي بالجزء الأولاني ده، هناخد بريك سريع كده ونشيط، ونتكلمش كتير عشان الكلام ما يقعش مننا، اللي احنا فهمناه ما يقعش مننا، وبعدين نرجع بنعمة ربنا كمان 5 دقائق نكمل الجزء الثاني. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.